بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي الطلبة سنة ثانية ثانوي، ما زلنا معكم مع آخر سؤال من التمرين الثاني من الفرض رقم 2 لمراجعة الفرض القادم إن شاء الله. إذا السؤال الأخير يقول: عين قيم M حتى تقبل معادلة E. معادلة E هي هذه: M ناقص 1 في X مربع ناقص 2 في M زائد 3 في X زائد 2M ناقص 5 تساوي الصفر. إذا هذه المعادلة عفوا هنا تساوي صفر حتى تقبل حلين أحدهما هو مقلوب الآخر، يعني تقبل حلين إكس واحد وإكس اثنين، حيث مثلا إكس واحد هو مقلوب إكس اثنين. هذا هو السؤال. إذا قبل ما نبدأ على بركة الله، لازم تذكروا أننا في السؤال الرابع من هذا التمرين لقينا ما هي قيم آم التي تجعل المعادلة تقبل حلين مختلفين في الإشارة. إذا سبقت في هذا السؤال قبل هذا السؤال لأنه راح يدخل في هذا السؤال. ما معنى ذلك؟ سؤال يدخل في هذا السؤال يعني نسحق أن تكون المعادلة تقبل حلين. إذا شفنا أن لكي تقبل هذه المعادلة حلين سواء في مختلفين في الإشارة أو غير ذلك، لازم يكون دلتا أكبر من الصفر. إذا قلنا من أجل أم ينتمي إلى أم 2 واحد اتحاد واحد أم واحد، لمن لم يرى الفيديو يعني شاف غير هذا الفيديو يرجع إلى الفيديو السابق باش يفهم من جبت قيم أم. إذا نكتب أولا المعادلة تقبل حلين إذا كان أم ينتمي إلى أم 2 واحد أم 2 واحد اتحاد واحد أم واحد. إذا نكتب، إذا كتبت لكم حتى تقبل المعادلة E حلين يجب أن يكون أم ينتمي إلى المجال المفتوح أم 2 واحد اتحاد واحد أم واحد. لماذا المجال مفتوح؟ لأن لو كان مغلوق عند أم 2 وأم واحد راح يكون دلتا يساوي صفر، وأنا حبيت دلتا أكبر تماما من الصفر. ولماذا استثنيت الواحد؟ استثنيت العدد واحد لأن باش تكون المعادلة تاعي من الدرجة الثانية، وهذا طبعا حسب السؤال الرابع. الآن ندخل في معطيات التمرين. قلنا الحلين أحدهما مقلوب الآخر، هنا واش راح ندير؟ راح نفرض أن x1 x2 حلي المعادلة E. هذا أول شيء. إذا بعدما فرضت x1 و x2 حلي المعادلة E، واش عندي حسب المعطيات؟ عندي x2 يساوي 1 على x1، أو حبيتوا تكتبوا x1 هو اللي يساوي 1 على x2، يعني المهم واحد مقلوب الآخر. ثم واش عندي أيضا؟ حنا شفنا في الدرس أن كي يكون عندنا حلين فإن ب جداؤهما، حنا شفنا اللي مازال ما شافش الفيديو أو ما فهمش كيفية يعني إيجاد جداء الحلين ومجموعهما يعاود الفيديو تاع هذا الأسبوع. إذا قلنا أن ال ب هو جداء الحلين، ماذا يساوي ب؟ قلنا أن هو جداء الحلين يعني x1 في x2. وماذا يساوي حسب القانون أيضا؟ كتبوا من الطرف الأيسر، يساوي C على A. C تاعي هنا يمثل 2، نكتبه لكم C على A باش تفهموا. إذا C على A قلنا قبل نعوض X2 بعبارته اللي هو 1 على X1. إذا تولي لي X1 في 1 على X1. من جد؟ من جد أنني عوضت x2 بواحد على x1. إذا كي نقسم x1 على x1 راح يعطي لي العدد واحد. ثم بعد ذلك قلنا أن هذا الواحد هو أو P الجداء هو C على A، وC ماذا يساوي وA ماذا يساوي. إذا نكتب C على A أولا يساوي الواحد يكافئ، ماذا يكافئ؟ نعوض قيمة C في المعادلة. C كم يساوي؟ يساوي 2 أم ناقص 5. و A كم يساوي؟ يساوي قلنا أن المعاملة تاع X مربع هو أم ناقص 1، إذن أم ناقص 1. وهذا قلنا أن جداء الحلين هما يساوي 1. إذن نحل هذه المعادلة. إذن نحل المعادلة، إذن نكتب نحل المعادلة اللي هي النجمة، مثلا نسميها النجمة اللي هي هذه المعادلة. أتمنى فقط أنه لحد الآن مفهوم. باش كيف نحل هذه المعادلة لاحظوا معايا.
اذا نقول كيف راح نحل هذه المعادله؟ راح ندير جداء الطرفين، هنا نكتبه واحد على واحد يساوي جداء جداء الوسطين. اذا 2 ام ناقص 1 في 1 هو 2 ام ناقص 5. اذا 2 ام ناقص 5 في 1 هو 2 ام ناقص 5 تساوي، نضرب ام ناقص 1 في 1 تمد لي ام ناقص 1. نحل هذه المعادله، شو عندي 2 اكس ناقص 5 تساوي x ناقص 1، يعني هنا بك فقط المتغير هو m. إذا نرد m للطرف الأيسر تولي لي 2 m ناقص m ماذا تساوي؟ نرد ناقص 5 للطرف الأيمن يولي لي 5 ناقص 1، وبالتالي نتحصل على، تبعوا فقط معايا، إذا قلت أتحصل على 2 m ناقص m كم تساوي؟ تساوي m ماذا تساوي؟ 5 ناقص 1 4. إذا ما هي قيم آم باش نتحصل على إحدى الحلول مقلوب الأخرى؟ آم تساوي 4. ولكن حذاري، حنا المجال تاع وين رانا ندرسو في آم تنتمي إلى آم 2 1 اتحاد 1 آم 1، يعني كي نكتبها لكم بالأعداد لاحظوا معايا لازم نتحقق أن هذا العدد 4 ينتمي للمجال تاعي. إذا لاحظوا معايا، قلنا أن آم ينتمي إلى آم 2 اللي هي ناقص بالتقريب 0.30 1 اتحاد 1 آم 1، آم 1 بالتقريب، أنا درت لكم فقط الأعداد باش نشوفوا فقط هل الأربعة ينتمي أو لا ينتمي. إذا لاحظوا معايا، الآن 4 هل ينتمي إلى اتحاد المجالين؟ نعم ينتمي، هنا 4 يقع هنا بين 1 و 23.25. إذا نقول أن M يساوي 4 ينتمي إلى المجال تاعي تاع الحلول تاعي، إذا اللي هي ناقص 0.30 1 اتحاد، طبعا ما تنساوش المجالات مفتوحة، اتحاد 1 إلى 13.25. بما أن الأم تاعي تنتمي، إذا بهذا نكون قد وجدنا قيمة آم حيث، أو قيم آم حيث يكون المعادلة تقبل حلين أحدهما مقلوب الآخر، وهي آم تساوي 4. إذا من أجل آم تساوي 4 فإن المعادلة أو تقبل حلين أحدهما هو مقلوب الآخر. إذا نكتب، إذا الإجابة على هذا السؤال نقول من أجل أم تساوي 4 فإن المعادلة أو تقبل حلين أحدهما هو مقلوب الآخر. بهذا نكون عند نهاية هذا الفرض النموذجي رقم 2. إذا أتمنى فقط أنكم توفقوا في الفرض القادم إن شاء الله. ما علي إلا نقول لكم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى الملتقى إن شاء الله.